بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث، احنا النهاردة إن شاء الله هنشرح تدريبات الدرس الثالث في الوحدة الثالثة. عنوان الدرس أو في تي تي كورس. أو يعني أين، في تي يعني في تي تي كورس على بعض كده، ده مصطلح معناها أين تتسوق. يبقى أو في تي تي كورس يعني أين تتسوق. طيب التدريب الأول بيقول لك إيه؟ إيكوت، اسمع تون بروفيسور إي نيميروت. يعني اسمع، إيكوت اسمع تون بروفيسور، اسمع المدرس بتاعك إي نيميروت ورقم. إي نيميروت يعني إيه؟ ورقم. يبقى أنا دلوقتي أنا اللي هقول الحاجات وأنت هترقمها. الحاجة اللي هقولها رقم واحد يبقى دي واحد، الحاجة اللي اتنين يبقى دو، التالتة يبقى تروا، الرابعة كاتر، خمسة سانك، ستة سيس. طيب أول حاجة لو كيوسك، لو كيوسك. تاني حاجة لا بولانجيري، لا بولانجيري. تالت حاجة لو مارشي، لو مارشي. رابع حاجة لا بوشري، لا بوشري. خامس حاجة لو سوبر مارشي، لو سوبر مارشي. سادس حاجة لا فارماسي، لا فارماسي. ولو لاحظتوا هنا يا جماعة هتلاقوا إن كل حاجة محطوط العلامة اللي بتدل على ليها، العلامة اللي بتدل على المكان ده. طيب المفروض انتوا دلوقتي رقمتوا، نشوف الإجابات الصحيحة إيه. أول حاجة هتبقى لو كيوسك، لو كيوسك الكشك. تاني حاجة لا بولانجيري، لا بولانجيري، لا بولانجيري. تالت حاجة لو مارشي، لو مارشي اللي هو السوق. رابع حاجة لا بوشري، لا بوشري اللي هو محل الجزار. خامس حاجة لو سوبر مارشي، لو سوبر مارشي. سادس حاجة لا فارماسي، لا فارماسي. ولو لاحظتوا هنا يا جماعة هتلاقوا كل محل فيه العلامة المميزة، يعني مثلا هتلاقي البولانجري المخبز فيه الكرواسون، هتلاقي مثلا البوشري هتلاقي فيه البقرة، الوش بتاع البقرة ودليل على اللحم يعني، هتلاقي المارشي فيه الفاكهة والخضار، هتلاقي السوبر مارشي فيه العربية اللي بتحط فيها المشتريات بتاعتك، الكيوسك طبعا الكشك الكتب، سادس حاجة الفارماسي فيها علامة الصيدلية، فيها علامة الايه؟ الصيدلية موجودة، في علامة كده اللي هي زي الصليب كده، صليب كده، دي علامة الايه؟ الفارماسي، علامة الايه؟ الفارماسي. يعني الحاجات اللي هي ايه مستخدمة في الفارماسي. طيب يبقى ده هنا التمرين الأول. نشوف التمرين التاني بيقول لك ايه. بيقول لك كومبليت افيك لي ميتيي، كومبليت افيك لي ميتيي. وخلي بالي من كلمة ميتيي، ميتيي يعني مهن، ميتيي يعني ايه؟ مهن. بيقول لك اكمل كومبليت افيك لي ميتيي مع المهن، لي ماجازان المحلات، اي ديسين لي زوب اوبجي وارسم الاشياء. يعني انا دلوقتي جايب لي ثلاث حاجات، جايب لي مهن، المهنة في المذكر او المهنة في المؤنث، جايب لي المجازان الاماكن مكان المحل، جايب لي الاوبجيه الحاجات اللي بتتباع في المكان ده. يبقى هو هنا طالب مني اعمل ايه؟ طالب مني ان انا اكمل، بختار من الكلمات اللي فوق، بختار من الكلمات اللي ايه اللي فوق. الكلمات دي جايب فيها المهن، جايب فيها الاماكن، وجايب فيها الحاجات اللي بتتباع في الاماكن دي. يعني هنا جايب لي ايه؟ اول حاجه جايب لي مثلا كلمه، جايب لي طبعا هنا كلمه ام معناها رجل، ام معناها رجل، يعني هو هنا طالب منك المهنة في المذكر. فام يعني سيدة، يبقى المهنة في المؤنث، يبقى أم رجل المهنة في المذكر، فام سيدة المهنة في المؤنث. هنا كلمة ليو يعني مكان، ليو يعني مكان، أو ماجازان يعني قصده المحل، يبقى هنا ليو مكان أو ماجازان يعني قصده المحل. آخر حاجة أربعة أوبجي، أوبجي يعني الأشياء اللي بتتباع في المكان ده، الأشياء التي تباع في هذا المكان. يبقى انا دلوقتي المطلوب مني ايه؟ ان انا هقرا الكلام المكتوب فوق، انا هكمل النقاط دي من خلال الكلام اللي فوق، هشوف
يعني مثال، اول حاجه جايب لي هنا كلمه في النص، في اول حاجه لا فارماسيان، فارماسيان اللي هي دكتوره صيدلانيه. هو طالب مني في اول حاجه اجيب الام، يعني المهنه المذكر بتاعها هيبقى ايه؟ هطلعها من فوق، هطلعها منين؟ من فوق، من الكلمات اللي فوق. وجنبيها طالب لي المكان، طب الفارماسيان دي بتشتغل في مكان ايه؟ هطلعه من فوق. طب الاوبجيه، هو هنا الاوبجيه المفروض ان انا اكتب ارسم الحاجات اللي بتتباع في المكان ده. هو هنا طبعا جايبها لي كاكزامبل، جايبها لي ايه كاكزامبل؟ جايب لي هنا اللي هو ميديكامو، اللي هي الادويه. الميديكامو اللي هي ايه؟ الادويه. يبقى ده المطلوب مني، ان انا اكمل وارسم، اكمل الاماكن الفاضيه، يا اما مهن مذكر يا اما مهن مؤنث يا اما اماكن يا اما الاوبجيه، الاشياء اللي بتتباع في الاماكن دي. ماشي يا جماعه؟ طيب نشوف، طيب الحل ايه؟ هنا اول حاجة لو بصينا في رقم واحد، كاتب لي فارماسيين على طول، دي الصفة المؤنث، المهنة المؤنث اللي هي دكتورة صيدلانية. مطلوب مني ان انا اجيب المهنة المذكر، في المذكر هتبقى ايه، واجيب كمان المكان اللي بتشتغل فيه الدكتورة الصيدلانية ودكتور الصيدلي. طبعا هنا المهنة المذكر لو قعدت اقرا فوق هلاقي فيه لابوشير لو فارماسيان. ايوه، يبقى دي الاجابه، يبقى هلاقي هتبقى ايه؟ لو فارماسيان، لو فارماسيان اللي هو الدكتور الصيدلي، الدكتور الصيدلي لو فارماسيان. طيب باقي ليو او مكان او مجازان، المكان اللي بيشتغل فيه. طب اشوف الكلمات، ايه هنا الكلمه اللي بتدل على المكان اللي بيشتغلوا فيه؟ اولا الدكتور الصيدلي والدكتوره الصيدلانيه بيشتغلوا في ايه؟ بيشتغلوا في صيدليه. يبقى انا هدور هنا على كلمه صيدليه، فين فين فين؟ ايوه، اخر كلمه اللي هي لا فارماسي، لا فارماسي يبقى الصيدليه. طيب الصيدليه بنبيع فيها ايه؟ الاوبجيه، اوبجيه الاشياء. الاوبجيه اللي بنبيعها في الصيدليه ايه؟ هو رسمها اللي هي ميديكامو، اللي هي الادويه، اللي هي ميديكامو اللي هي ايه؟ الادويه. يبقى هنا الصفه المذكر لو فارماسيان، دكتور صيدلي. الصفه المؤنث لا فارماسيان، دكتوره صيدلانيه. المكان اللي بيشتغلوا فيه اللي هو لا فارماسي، اللي هي الصيدليه. وهنا الاشياء اللي بيبيعوها احنا اللي هي مرسومه هنا، اللي هي دي ميديكامو، اللي هي الادويه. طيب نيجي للي بعديها، اللي بعديها طبعا جايب لي نقط نقط نقط. الدليل الوحيد على الحاجه دي اللي هو لو سوبر مارشي. طيب اللي بيشتغل في السوبر مارشي، اللي بيبيع في السوبر مارشي، المهنه المذكر والمهنه المؤنث ايه؟ احنا قلنا اللي بيبيع في السوبر مارشي اللي هو ايه؟ فاندور، المذكر لو فاندور، اها البائع. المؤنث لا فوندوز، لا فوندوز. طبعا هما الاثنين بيشتغلوا فين؟ في السوبر مارشي. طب احنا هنا بنبيع ايه في السوبر مارشي؟ السوبر مارشي يا جماعه لو بصينا في الحاجات المكتوبه هنا في الاشياء، طب هل احنا بنبيع في السوبر مارشي بنبيع مثلا لحمه؟ هل بنبيع صحف؟ جرايد؟ هل بنبيع كرواسون؟ هل بنبيع دي فروي، فاكهة؟ طبعا ايوه، الاجابة الصح ان احنا بنبيع هنا ايه؟ فاكهة. واحد هيقول لي يا مستر ازاي احنا الفاكهة بنبيعها في لو مارشي السوق؟ وبرضه يا جماعة في المولات الكبيرة، في السوبر ماركت الكبير جدا، بيبيعوا برضه ايه؟ فاكهة. وهنا ما دام ما عنديش كلمة مارشي يبقى على طول الفروي تروح فين؟ مع السوبر مارشي. يبقى انا هنا هرسم ايه؟ هرسم دي فغوي. يبقى انا هنا على طول هرسم ايه؟ دي فغوي. يبقى انا على طول هرسم دي ايه؟ فغوي. طيب رقم ثلاثة، جايب لي نقط، جايب لي لا مارشاند، نقط والمكان حاجة اللي هرسمها. طبعا هنا لا مارشاند دي المهنة، المهنة المؤنث. مارشاند احنا قلنا هو بائع الصحف، هنا دي المؤنث بتاعها اللي هي لا مارشاند، اللي هي بائعة الصحف. يبقى انا هجيب المذكر بتاعها، هدور هلاقي لو مارشان، لو مارشان اللي هو بائع الصحف، دي المذكر. يبقى لو مارشان بائع الصحف اللي هو ايه؟ المذكر. طيب المؤنث لا مارشان. طب دول بيبيعوا فين؟ بيشتغلوا فين بائع الصحف؟ ايه المكان اللي بيبيعوا فيه الصحف؟ احنا خدناه المكان اللي بيبيع فيه الصحف اللي هو ايه؟ لو كيوسك، لو كيوسك. يبقى المكان اللي بتتباع فيه الصحف اللي هو ايه؟ لو كيوسك. يبقى هي لو كيوسك. طبعا بنبيع ايه؟ الاوبجيه اللي بتتباع هناك اللي هي الصحف، ادي دي جورنو، دي جورنو للصحف. طيب نيجي لرقم اربعه،
أربعة هنا نقط ونقط جايب لي لا بوشغي، بس يبقى ده المفتاح. لا بوشغي يعني إيه يا جماعة؟ يعني محل الجزارة. يعني إيه محل الجزارة؟ يبقى هو عايز من المهنة الجزار المذكر والجزار إيه في المؤنث. طب أدور كده هلاقي أول، لو هلاقي بص بقى المذكر طبعا اللي هو لو بوشي، لو بوشي يبقى لو بوشي اللي هو الجزار. المؤنث بتاعها يا جماعة هلاقي أول واحدة اللي هي لا بوشير، لا بوشير اللي هي الجزار. طيب الجزار والجزار والمكان محل الجزار بيبيعوا إيه طبعا؟ هتلاقي مكتوب عندك دو لا فيوند، دو لا فيوند اللي هي لحمة، يبقى دو لا فيوند اللي هي إيه؟ لحمة. يبقى دو لا فيوند اللي هي إيه؟ لحمة. آخر حاجة جايب لي نقط، المهنة المؤنث بولانجير يعني خبازة، المكان نقط والرسمة نقط. طبعا هنا بولانجير اللي هي خبازة، المذكر بتاعها ايه؟ هدور هلاقي مكتوب لو بولانجي، لو بولانجي اللي هو الخباز، لو بولانجي خباز. المؤنث بتاعها لا بولانجير، لا بولانجير. طب دول بيشتغلوا فين؟ طبيعي بقى بيشتغلوا فين؟ لا بولانجيري المخبز، لا بولانجيري ايه المخبز، لا بولانجيري المخبز. طيب بيبيعوا ايه في المخبز؟ مكتوب هنا في الاوبجي ان كرواسون، ان كرواسون اللي هو الكرواسون، ان كرواسون اللي هو ايه؟ الكرواسون. يبقى ان كرواسون. يبقى التمرين ده مهم جدا، لان التمرين ده بيلخص لي الدرس كله. التمرين ده بيتكلم لي على الصفات، المهن المذكر والمؤنث، بيتكلم لي على الاماكن اللي هي المحلات، وبيتكلم لي كمان على الاشياء التي تباع في المحلات. يبقى هنا لو هنمسكناهم بالترتيب، ام يبقى صفه مذكر، ام يعني رجل، فام يعني سيدة، يبقى هنا المهنة المؤنثة، ليو يعني مكان أو مجازان محل، آخر حاجة أوبجي أشياء تباع في المكان. أول حاجة لو فارماسيان دكتور صيدلي، المؤنث لا فارماسيان طبيبة صيدلانية، لا فارماسي الصيدلية، الأوبجي اللي هي دي ميديكامون. بعد كده لو فوندور بائع، المؤنث لا فوندوز بائعة، بيشتغلوا فين؟ في لو سوبر مارشي السوبر ماركت، وطبعا هنا في بيبيعوا إيه؟ دي فروي اللي هي فاكهة. بعدين هنا بعد كده لو مارشون اللي هو بائع الصحف، المؤنث لا مارشوند بائعة الصحف، بيشتغلوا فين؟ في لو كيوسك الكشك، وطبعا بيبيعوا ايه؟ دي جورنو اللي هي صحف. بعد كده لو بوشي اللي هو الجزار، المؤنث لا بوشير الجزار، بيشتغلوا فين؟ في لا بوشغي محل الجزار، بيبيعوا ايه؟ دو لا فيوند اللي هي لحمة، دو لا فيوند اللي هي لحمة. اخر حاجة لو بولانجي اللي هو الخباز، المؤنث لا لا بولانجير، لا بولانجير، بيشتغلوا فين؟ في لا بولانجيري، في لا بولانجيري، وطبعا بيبيعوا ايه؟ بيبيعوا ان كرواسون، بيبيعوا ان كرواسون اللي هو ايه؟ كرواسون. طيب نيجي للتمرين اللي بعد كده. التمرين اللي بعد كده جايب لي عبارة عن جمل متلخبطة، وطالب مني ان انا اعمل ايه؟ ان انا ارتب الجمل دي، ان انا ارتب الجمل دي. بيقول لي ايه؟ اكري اكتب لي مو الكلمات دون لوردر في الترتيب بور فير دي فراز، بور فير دي فراز علشان تعمل جمل. دي فراز يعني جمل، يبقى اكري يعني اكتب لي مو الكلمات دون لوردر في الترتيب، لوردر يعني الترتيب، pour لكي faire des phrases، faire des phrases عشان تعمل ايه؟ جمل. طيب وجايب لي كمان الساعة، وجايب لي كمان ايه؟ الساعة. جايب لي كلمة أليس، دي الجملة الأولى. أخلي بالي من حاجة يا جماعة، أهم حاجة في الجملة أول شيء لازم أعرفه الفاعل، مين الفاعل؟ مين الفاعل؟ لأن الجملة الفرنساوي تتكون من سوجي فاعل، فيرب فاعل، يبقى دي فاعل وفاعل، وكومبليمون مفعول. كومبليمون اللي هو ايه؟ مفعول. يبقى الجمله في اللغه الفرنسيه بتتكون من سوجي فاعل، فيرب فاعل، كومبليمون مفعول. كومبليمون ايه؟ مفعول. هنا جايب لي بعض الكلمات، جايب لي كلمه اليس، ادي اليس ده اسم، وخلي بالي ان الفاعل ممكن يكون اسم وممكن يكون ضمير فاعل. ضمير فاعل يعني زي ايه؟ زي جو، زي تي، زي ايل، زي ال، زي نو، زي فو، زي ايل افيك اس وال افيك اس. اسم عادي، أليس، علي، محمد، حسن، حسنين، ممكن يبقى اسم حتى طائر مفيش مشكلة، أو اسم حيوان مفيش أي مشكلة خالص. يبقى ده الفعل، يا إما يكون اسم يا إما يكون ضمير.
طيب يبقى هنا بيقول لك اليس، وبعدين جايب لي افيلو. افيلو يعني بالعجله، افيلو يعني بالعجله. فا فا ده طبعا معروفه. دابور، كلمه دابور دي كلمه جديده عليكم يا جماعه. دابور دي معناها اولا. دابور دي معناها ايه؟ اولا. دابور معناها اولا. هنا الا بولانجري، الا بولانجري يعني في المخبز. الا بولانجري يعني ايه؟ في المخبز. يبقى دي الجمله ايه؟ الاولى. الجمله الثانيه جايب لي اليس طبعا والساعه كمان. انسويت، كلمه انسويت يعني ثانيه، او يعني بعد، يعني بعد دابور. دابور اولا وانسويت بعد ذلك او ثانيه. يبقى اليس انسويت افيك جراند مير كوليت، مع الجده كوليت. او مارشي في السوق. ابيي يعني سير على الاقدام. و فا وايه فا. الجمله الثالثه جايب لك الساعه طبعا 10 اوروب. وهنا بيقول لك اون فواتير بالسياره. فا واليس وكلمه اليس وافيك سون بابا مع باباها. على فارماسي في الصيدليه. اي ماجي وماجي وانفان. انفان يعني في الاخر، اخيرا. يبقى هنا جايب لي ثلاث حاجات مهمين ممكن استخدمهم. دابور اولا، انسويت ثانية أو بعد ذلك، ثانية أونفان في النهاية. أونفان إيه؟ في النهاية. مطالب مني أرتب الجمل دي، مطالب مني إيه؟ أرتب الجمل دي. أنا عارف إن هو الموضوع صعب شوية بس مش قوي يعني، لأن إحنا لو كنا ذاكرنا فيرب أليه لما أنا عطيته لكم وقلت فيرب أليه بيتكون من إيه وبيجي بعديه إيه، هتلاقوا الموضوع سهل شوية. طب نشوف الحلول إيه. إحنا قلنا بنرتب، نشوف الجملة الأولى. انا اول حاجه بدور عليها زي ما قلت لكم الفعل. طبعا انا الاول بقول الساعه كام. هنا الساعه كام يا جماعه؟ الساعه 9. يبقى ايلي 9. يبقى ايلي 9 يعني الساعه 9. وبعدين بناخد كلمه دابور. كلمه دابور اللي هي اولا. الساعه 9 اولا. وابدا اكون الجمله بقى. الجمله بتتكون من فاعل اللي هي اليس. الفعل هنا يا جماعه اللي هو فا، ده فيرب الي اللي هي تذهب. يبقى اليس فا تذهب فين؟ على بولانجري. وقلنا ليه على؟ لان بولانجري مكان مفرد مؤنث. ولما شرحنا قبل كده قلنا ان فيرب الي دايما بيجي بعديه حرف الجر ا، وحرف الجر ا ده متغير على حسب المكان اللي بعده. المكان اللي بعده لو كان مفرد مذكر هتبقى الا تتحول لاو. طب المكان لو مفرد مؤنث هتبقى الا. طب لو مفرد يبدو حرف متحرك يبقى ا الا ابوستوف. طب لو جمع يبقى او افيك اكس. يبقى الي 9 الساعه 9. دابور اولا. أليس فا à la boulangerie à vélo بالعجلة، أدي وسيلة المواصلات. يبقى à vélo بالعجلة. يبقى إلي 9 دابور أولا. أليس أدي الفاعل سوجي، فا تذهب أدي الفيرب، à la boulangerie للمخبز إزاي؟ à vélo بالعجلة. طيب الجملة اللي بعديها نفس الفكرة، هبدأ بالساعة. الساعة 9:30 وإحنا خدنا 9:30، يبقى هقول إلي 9. ممكن أقول إلي 9 إدمي أو إلي 9:30 9:30. بعدين هبدأ بأنسويت اللي هي بعد ذلك أو ثانية. وأبدأ الجملة أشوف الفاعل. الفاعل مين هنا يا جماعة؟ الفاعل أدي أليس. يبقى أليس. طب فين الفاعل؟ تذهب. يبقى فا. طيب تذهب فين ومع مين؟ يبقى تروح السوق مع جدتها كولات ووسيلة المواصلات. يبقى ادها إلي 9:30 دمي يعني ونص. إلي 9:30 ساعة 9:30. أنسويت بعد ذلك أو ثانية. أليس أدي السوجي الفعل، فا أدي الفعل بتذهب. أو مارشي، ليه هنا أو يا جماعة؟ لأن مارشي مفرد مذكر. ليه؟ لأن الأ هنا اتحولت لأو لأن مارشي مفرد مذكر. يبقى أليس فا أو مارشي هتروح السوق. طب مع مين؟ افيك جراند مير كوليت. افيك مع الجده جراند مير كوليت. ابي وسيله المواصلات ايه بقى؟ ابي. ابي يعني سيرا على الاقدام. ابي يعني سيرا على الاقدام. يبقى هنا الي 9 اي دومي. انسويت اليس فا او مارشي افيك جراند مير كوليت ابي. طيب ثالث جمله برضه هنبدا الساعه. الساعه 10 وربع. يبقى هنا 10 يعني 10. يبقى الي 10 وربع خدناها قبل كده ايكار. إلي 10 10 ايكار. طيب انفان خلاص بقى احنا عرفنا. هبدا بدابور اولا بعد كده انسويت وفي الاخر انفان. يبقى إلي 10 ايكار انفان. هبدا الفاعل مين؟ اليس. فين الفاعل هنا؟ شوف فين الفاعل؟ فين اليس؟
الفيرب va تذهب. طيب يبقى أليس va تروح فين؟ à la pharmacie مع مين؟ avec son papa et Maggie. طب ايه وسيلة المواصلات؟ en voiture. en voiture يبقى هتبقى كده اه il est 10 heures et quart. il est 10 heures et quart الساعة 10 وربع. enfin أخيرا أو في الآخر أليس va تذهب à la pharmacie للصيدلية avec son papa مع باباها et Maggie. وسيلة المواصلات ازاي؟ en voiture. en voiture بالسيارة. بالسيارة لو لاحظتوا هنا يا جماعة هتلاقوا وسائل مواصلات، هتلاقي في وسيلة مواصلات بيجي قبلها حرف الجر آ، وسيلة مواصلات بيجي بعديها قبلها حرف الجر أون. طب ليه؟ وسيلة المواصلات اللي أنا بدخل جواها بتبقى أون زي أون فواتير بدخل جواها، وسيلة المواصلات اللي أنا ببقى معرض فيها للهوا دي بتاخد حرف الجر آ، عشان كده قلنا أفيلو بالعجلة، أبيي سيرن على الأقدام، لكن قلنا on voiture لان دي وسيله مواصلات مقفوله بدخل ايه جواها، بدخل ايه جواها. يبقى انا بس اخلي بالي من حاجه مهمه جدا، ان الجمله في اللغه الفرنسيه بتتكون من سوجي فاعل، والفاعل ده ممكن يبقى إيه اسم او ممكن يكون ضمير فاعل. تاني حاجه بتتكون من فيرب، وتالت حاجه بتبقى كومبليمون مفعول. واتمنى انتوا تكونوا استفدتوا من درس النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.